واستطاعت ان هي تحقق المركز السادس. هذه طبعا زي ما حضراتكم شايفين نتائج التصفيات، كانت جانا محمود في المركز السادس رقم 12، هي جانا لكن هي مش ترتيبها ال 12، هي في المركز السادس جابت 12.95 في التصفيات. تصدرت التصفيات آسيا داماتو صاحبة الميدالية الفضية بالأمس، آسيا داماتو الإيطالية طبعا ب 13.85، ثم السلوفاكية تياسا كيساليف المركز الثاني في التصفيات 13.45، فرق قريب قوي. ادي بطلتنا جنى، جنى محمود، كل التوفيق يا جنى ان شاء الله. جنى محمود حصلت على المركز السادس في فردي عام بالامس، ان شاء الله في الأجهزة بقى يعني تحصل على حاجة أحسن وأحسن. امبارح بطلنا جميل عمر العربي البطل المصري حصل على المركز الرابع في منافسات الفردي العام، وحصل على 81.6 بالتساوي مع الإيطالي لورينزو كاسالي، وده طبعا إنجاز تاريخي لم يتحقق على مستوى دورات البحر الأبيض المتوسط في لعبة الجمباز تحديدا، يعني لاعب يحصل على مركز الرابع دي حاجة جميلة جدا جدا. طبعا هذه طبعا الإيطالية المميزة جدا أنجيلا أندريولي، وطبعا الأنظار كلها بقى مع آسيا، مع آسيا داماتو الإيطالية اللي حصلت على الميدالية الفضية بالأمس، وطبعا الميدالية الذهبية بالأمس كانت لمين؟ كانت لمواطنتها برضو مارتينا ماجيو اللي حصلت على الميدالية الذهبية 54.864، وبيليها آسيا داماتو مركز الثاني في 54.65. طبعا بطلتنا جانا محمود حصلت على المركز السادس، طبعا دي حاجة مش وحشة أبدا لبطلتنا جانا محمود، جابت 47.432، 47.432 في المركز السادس. كانت لحد آخر جهاز امبارح جانا كانت في المركز الثامن، لكن في آخر جهاز الحقيقة استطاعت ان هي تحصل على المركز السادس، وسبقت اثنين، سبقت التركية يالدز بنجسو يالدز، وسبقت الإسبانية كازابوينا. طبعا لحضراتكم شايفين هنا بتحط المانيزيا او مادة يعني حاجة كده زي بودرة كده بتمنع الزحلقة، بتعمل احتكاك قوي مع الارض ويبقى فيه نوع من انواع المقاومة عشان ما يحصلش اي نوع من انواع الزحلقة، لان طبعا حضراتكم عارفين الزحلقة في الجمباز حاجة طبعا يعني في منتهى الصعوبة. وادي اندريولي انجيلا اندريولي اللاعبة الايطالية صاحبة ال 15 عام حول الاولى بالنسبة لها، هاند سبرينج دورتين في الهواء وبعد كده هبوط رائع. كل لاعبة ليها محاولتين، هذه المحاولة الأولى لأندريولي أنجيلا أندريولي، محاولة جيدة وهبوط أيضا جيد. عملت محاولة جيدة الحقيقة اللاعبة أنجيلا أندريولي اللاعبة الإيطالية، طبعا آسيا البطلة الكبيرة بتشجعها، اتنين معاها من الفريق امبارح، الاتنين الإيطاليتين خدوا ذهب وفضة في الفردي العام. هنشوف بقى النهاردة هيعملوا ايه الفريق الإيطالي في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، أما الاتنين يشاركوا والاتنين ياخدوا ذهب وفضة يعني يا فرحتك يا مديرة فنية طبعا للفريق الإيطالي. طبعا
حاجة بتبقى في منتهى الإبداع ومنتهى الجمال لما تكون اللاعبة اللي معاك تاخد ميدالية. ادي هنا بقى أندريولي خدت 13.2 من 10، الدي سكور 4.6 من 10، و الاكسكيوشن 9.1 من 10. 13.2 من 10 ده الإجمالي. وادي اللاعبة السلوفينية تياشا كيسليف عندها 28 سنة هذه اللاعبة تياشا كيسليف، حاولة الأولى بالنسبة لها، محاولة جيدة مع هبوط أيضا جيد من اللاعبة السلوفينية. شاركتش في النهائيات تياشا. بالأمس طبعا هنشوف بقى النهاردة هتعمل ايه السلوفينية. كان في سلوفينية سارة كينج شاركت بالأمس، سارة كينج حصلت على المركز الرابع، لكن تياشا ما شاركتش بالأمس في النهائيات. محاولة تانية لتياشا، حاولة دي 13.4 من 10 على جهاز حصان القفز. نفكر حضراتكم دي منافسات أجهزة بقى، تركيز اقتراب ارتقاء ثم هبوط جيد، وعملت درجة صعوبة أعلى في هنا بقى. يعني اللاعبة لازم يكون عندها ذكاء، بتعمل إيه؟ بتختار الأول حاجة فيها يعني نوع من أنواع إيه المضمون، تلعب على المضمون بقى زي ما بنقول، تلعب على المضمون في المحاولة الأولى، وبعد كده تمسك في ايديها درجة، وبعد كده تعمل بقى درجة الصعوبة العالية. ادي هنا طبعا مبسوطة جدا، ادت يعني محاولة جيدة جدا السلوفينية تياشا كيسليف. طبعا هي مستنية الدرجة بتاعتها، لكن هي عارفة ان هي عملت شغل كويس، عملت المحاولة الاولى جيدة، المحاولة التانية درجة الصعوبة زودتها بقى، لان هي عينة في جيبها بقى محاولة كويسة في المحاولة الأولى. ادي هنا طبعا 13.2 من 10 تياشا كيسليف. ادي اللعبة اسيا داماتو، اللعبة صاحبة الميدالية الفضية امبارح، يعني حننتظر بقى قفزة قوية جدا. ادي اسيا داماتو اللعبة الايطالية، اند سبرينج 2.5، يا سلام يا سلام، درجة صعوبة عالية، درجة صعوبة عالية. اسيا داماتو مش هتقل عن 13.5. بدأت هنا باقتراب وهند سبرينج قبل حصان القفز، 2 حوالين المحور الطولي. وهبوط جيد، لا لعبة مميزة طبعا. هننتظر بقى حصلت على قد ايه اسيا داماتو اللعبة الايطالية، لكن هتعمل المحاولة التانية بتاعتها. تركيز، جابت 13.85 من 100، مظبوط الكلام، الدي سكور 5 والاكسكيوجن
8 و5 من 10 توقع تعمل درجة صعوبة أعلى. أداء جيد، لا لعبة مميزة الحقيقة. اللعبة الإيطالية آسيا دماتو، عملت هاند سبرينج دفع وعملت اقتراب وهاند سبرينج ثم سلم القفز دفع وزقت الحصان ودورتين كاملين ثم هبوط. درجة برضو هتتراوح ما بين اللي هي جابته، مش هتبعد بعيد قوي. هنشوف بقى تاخد قد ايه آسيا داماتو. L'équipe de France se prépare pour son passage à la table de saut. 13875 مظبوط بالظبط تقريبا، يعني في شبه كبير جدا من الدرجه اللي اخذتها الاولى، يعني كانت 13 ونص، دي 13875. وادي بقى اللاعبة أنجلي مورغان. أنجلي مورغان اللاعبة الفرنسية صاحبة 19 سنة. يا سلام يا سلام، هايلة هايلة هايلة. أنجلي لاعبة الفرنسية اقتراب وهاند سبرينج ودورتين ونص وهبوط هايل هايل، ثبات يعني ممكن تقرب من آسيا داماتو. تلعب في الرينج ده دلوقتي، آسيا جايبة 13875 يعني، وهي بتنزل سنة كده جسمها التانى شوية، تلعب في 13 ونص يعني ممكن كده في الحدود دي 13.6 ده كلام مظبوط جدا. أنجلي مورغان محاولة تانية لأنجلي، احسن شوية احسن شوية يعني برضو رايحة في مش هتبعد قوي عن الدرجة بتاعتها 13.6، لكن احسن شوية ممكن 13.8 ممكن يعني تقرب شوية من لعبة اسيا داماتو الايطالية. هنا المرة دي وهي بتنزل جسمها كان مفروض كانت مجهزة للهبوط من بدري شوية. هذه طبعا مدربها مبسوط من أدائها جدا. هنشوف بقى تاخد قد ايه اللاعبة الفرنسية. 13.4 أنجلي مورغان، وادي تايانا كورنت الكرواتية. عارفين هذه اللاعبة عندها كم سنة؟ عندها 32 سنة، يعني حاجة استثناء في رياضة الجمباز. تايانا الكرواتية استثناء في رياضة الجمباز. طبعا أول أربعة اللي كانوا عملوا عملية الإحماء أنهوا محاولاتهم الاثنين،
بعد كده الأربعة التانيين اللي منهم تايانا كورينت الكرواتية الظاهرة الحقيقة اللي أنا بسميها ظاهرة لأن هي عندها 32 سنة وبتلعب الجمباز، والجمباز طبعا يعني رياضة بتتطلب مرونة كبيرة جدا جدا، فإن هي تحتفظ بالمرونة والرشاق. أدي يعني والله زي ما يكون المخرج سمعني تايانا كورينت اللي بنتكلم عنها دلوقتي، يعني بطلتنا جانا محمود عندها 17 سنة مواليد 2004 17/8/2004 جانا محمود. وشوف هنا بقى تايانا كورينت الكرواتية عندها 32 سنة زي ما قلت لحضراتكم، ما شاء الله رشاقة كبيرة جدا تايانا. ده قبل كده واحدة ذهب وثلاثة برونز محققاهم تايانا. كل التوفيق ان شاء الله لبطلتنا جانا محمود اللي جابت سادس بالامس. ادي جانا، جانا محمود ومعاها طبعا كابتن زكريا محي الدين المدرب، ومعاه كابتن اماني جمال المدربة للسيدات. وادي التركية بنجي سويالدز، اتنين اتراك في نهائي حصان القفز. هارطة بقى الاجهزة بتبقى 8 بس، بارح الفردي العام كانوا 16، وطبعا لحضراتكم شايفينه ده هو عملية احماء مش المنافسات الرسمية. طبعا قبل المنافسات الرسمية بيبقى في فترة للاحماء وتجهيز كده اللاعبات للعمل العضلي القادم. ركزين شوية مع تايانا كورينت لان هي زي ما قلت لحضراتكم ظاهرة الكرواتية، مش دايما نلاقي لاعبة فوق الـ30، رقم كبير جدا جدا. هذه اللاعبة هي أكبر لاعبة في هذا الجهاز، يمكن سلوفينية قريبة منها شوية. تياشا كيسليف عندها 28 سنة. أول لاعبة هتبدأ هي الكرواتية تايانا كورينت. الكرواتية تايانا كورينت محاولة جيدة، بعض الحاجات البسيطة كده في الهبوط، جسمها كان ماتني شوية وهي بتنزل، تجهيز للهبوط كان متأخر شوية، لكن في بصفة عامة طبعا محاولة جيدة جدا. بصفة عامة طبعا محاولة جيدة جدا. هنشوف بقى الدرجة بتاعتها قد ايه في المحاولة الاولى. الكرواتية الظاهرة صاحبة 32 عام 12.8 الدي سكور 4.2 الاي سكور 8.6. هنشوف بقى المحاولة الثانية بتاعتها. كورنت جانا تتهيأ للمحاولة الثانية. احسن شوية المحاولة دي، ممكن تعلى عن 12.8.
ادي اللعيبه الكرواتيه هاند سبرينج لا جيمناست محمود جانا لليجيب سوبريبار بور سون باساج على ودلوقتي بطلتنا جانا محمود بالتوفيق يا جانا ان شاء الله كده جانا محمود تعمل حاجة كويسة النهاردة وتعدي بقى المركز السادس اللي حصلت عليه وتاخد حاجة قبل السادس ان شاء الله ان شاء الله تاخد ميدالية هنشوف بقى اللاعبة الكرواتية هتاخد ايه 12.9 8.6 الاي سكور هادي جانا يلا يا جنى سبعتاشر سنة بطلتنا جنى محمود وليد 17/8/2004 تركيز حصان القفز بيستغرق ال محاولة كلها لا يزيد عن 5 ثواني لكن التحضير ليها كتير جدا جدا ادي جانا محمود بطلتنا وبطلة مصر برافو يا جانا محاولة كويسة الهبوط ما كانش احسن حاجة لكن المحاولة نفسها كويسة دورتين ونص ثم الهبوط يعني الهبوط زي ما قلت لحضراتكم ما كانش احسن حاجة لكن محاولة جيدة يطلب المدير الفني كابتن زكريا محي الدين على الطاولة محاولة تانية لجنى توفيق يا جنى ان شاء الله المحاولة دي هنشوف حصلت على قد ايه 12.95 مش وحشة ابدا مش وحشة ابدا حتى الان هي في المركز الثالث جنى او في المركز الرابع جنى يلا يا جنى نعدي ال 13 ان شاء الله هايل يا جنى هايل يا جنى احسن كتير احسن كتير ان شاء الله نعدي ال 13 ان شاء الله نعدي ال 13 جنى محمود بطلتنا المحاولة الثانية احسن من الاولى كتير درجة الصعوبة زودتها شوية والهبوط كان أحسن من اللي فاتت محاولة اللي فاتت إن شاء الله كده في ال المحاولة الثانية تاخد درجة أعلى ونعدي كده ال 13 ونص ولا حاجة هنشوف بقى جانا حصلت على قد إيه 12.825 أخدة الإي سكور 4-4 الدي سكور 8-55 وادي بقى بنجس ويالديز اللاعبة التركية 15 سنة هنا بقى لما يعني في بعض الأحيان اللي بيتفرج على لعبة الجمباز ويلاقي حد يعني في الهبوط كان سيء جدا لكن ياخد درجة أعلى من واحد عمل في الهبوط أو لاعبة عملت في الهبوط أحسن حاجة هنا بقى بنقول الموضوع بيختلف ليه؟ تتهيأ
لان في حركات، اولا في حركات ليها درجات صعوبه، ممكن تعمل درجات الصعوبه العاليه جدا وتيجي في الهبوط تنقص اعشار بسيطه. وفي ايضا لعبات ممكن تعمل، هذه هنا بقى خدت 12.6، اللعبة يالدز في المحاولة الأولى. نشوف بقى المحاولة الثانية تاخد قد إيه. يالدز كانت مشاركة في منافسات الأمس وحصلت على ترتيب كويس جدا. اللاعبة التركية يالدز حصلت على المركز الثامن، كانت يعني في المركز السادس لحد آخر جهاز، لحد ما بطلتنا جنى تخطتها هي والإسبانية كازابوينا، لورا كازابوينا. بنجسو يالدز خدت في المحاولة الأولى بالنسبة لها 12.6. هنشوف بقى المحاولة الثانية قد ايه. اتناشر وثلاثة من عشرة، المحاولة الأولى أفضل بالنسبة لها. وأخيرا لاعبة التركيا الأخرى بلجي ترهان، عادي بلجي ترهان، محاولة الأولى على حصان القفز. بلجي لم تتأهل إلى النهائيات بالأمس، محاولة جيدة. على حصان القفز هاند سبرينج ثم ارتقاء دفع طيران وهبوط مش وحش. يعني محاولة متوسطة بالنسبة للاعبة. محاولة الثانية بالنسبة لها هنشوف بقى اخدت قد ايه. 13 8.8 الاي سكور و4.2 الدي سكور. هنا عشان كده بنقول لحضراتكم درجة الصعوبة مهمة جدا، درجة الصعوبة مهمة جدا، تأدي بدرجة صعوبة اعلى، لكن هي سلاح ذو حدين. انك تاخد الريسك وتعمل درجة صعوبة، هنا بقى اختارت درجة صعوبة اعلى كمان لان كان معاها 13، فهي عايزه تعلي. انك ممكن تاخد درجه صعوبه اعلى وما تعرفش تاديها بشكل كويس تنقص كتير، لكن ممكن تاخد درجه صعوبه اقل شويه وتعرف تاديها تجمع درجات. يعني مثلا اخد درجه صعوبه 13، تعمل لي 13.5 مثلا ولا 14 واخفق فيها كتير جدا جدا وما اعرفش انفذها، اجيب اقل من 12، ولا اخد درجة صعوبة تجيب لي 12.5. هي دي بقى يعني المحك اللي بيختاره اللاعب واللاعبة في الجمباز. لازم لو هيختار درجة صعوبة عالية يأهل نفسه فيها بشكل كويس. ادي 12.7، هي عندها 13. الدي سكور عندها 4.2 والاي سكور 8.8. وادي بقى الترتيب النهائي في الاجهزه. جانا محمود بطلتنا في المركز السادس 12.8 او 825 من 1000،